أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك 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 اللهم وتحيي فيها سلام سلام وتحيتهم فيها سلام إن تحتهم الأنهار في جنات النعيم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك سبحانك دعواهم فيها وتحيتهم فيها سلام سلام تجري وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
دعواهم فيها سبحانك 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 دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدقت ربنا يا جمال القرآن، حدث عن جمال الله فيك، وقل كل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. يا رب هذه ذنوبي في الورى قد كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، تلاوه ساعدنا بها، تلاها علينا قارئ العالم الاول والمقيم بالقاهره فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. كبرات الصوت والهندسه الكهربائيه مخازن فراشه الكبرى حاج احمد صلاح المقيم بكم حماده بمحافظه البحيره. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور.